أكدت الحكومة الإيرانية استعدادها لتطوير مستوى التعاون مع الدول الجارة وعلى رأسها دول الخليج بهدف مكافحة الإرهاب. من جانب آخر، دعت السفارة السعودية إلى تمهيد الأرضية لتطوير العلاقات السياسية مع إيران. أكدت الجمهورية الإسلامية الإيرانية أنها تدعم وتيرة استتباب الأمن في المنطقة، مؤكدة استعدادها لتعزيز مستوى التعاون مع دول مجلس التعاون الخليجي. وقال مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون العربية والإفريقية حسين أمير عبد اللهيان أن تنفيذ برنامج العمل المشترك الشامل بشأن الملف النووي سيكون فرصة لتعاون الدول الإقليمية والجارة وخاصة دول الخليج مع إيران. وأضاف أن التجارة والاقتصاد كانت دائما من أهم أبعاد العلاقة التي تربط بين إيران ودول الخليج، وأن طهران ترحب دوما بتطوير العلاقات مع أصدقائها في المنطقة. وشدد عبد اللهيان إلى أن العلاقات الاقتصادية والتجارية مع الدول الجارة تحول الأجواء الأمنية في المنطقة إلى أجواء تعاون وثقة متبادلة، وأنه لا يوجد بلد في المنطقة يمكن أن يستفيد من توتر الأجواء الأمنية في المنطقة. وعلى صعيد تطورات الملف النووي، حذرت إيران الإدارة الأمريكية من نقض تعهداتها في تنفيذ الاتفاق النووي، مؤكدة أن قيام الكونغرس الأمريكي بإصدار قرارات ضد الجمهورية الإسلامية تعتبر مواقف عدائية. وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أن طهران تتباحث مع الإدارة الأمريكية باعتبارها ممثلة أمريكا ولا شأن لطهران بالكونغرس، وأن الحكومة الأمريكية لديها مهام محددة على الصعيد الدولي وعليها أن تعالج مشاكلها الداخلية بالأسلوب الذي تراه مناسبا. وعلى صعيد تطورات سوق النفط، قال وزير المالية الإيراني علي طيب نية أن طهران مستعدة للتعامل مع التأثير الاقتصادي لأسعار النفط حتى وإن انخفضت إلى 30 دولارا للبرميل، وذلك مع هبوط خام القياس العالمي مزيج برنت لأدنى مستوياته في 11 عاما ليزيد قليلا عن 36 دولارا للبرميل. ورغم هبوط أسعار النفط، تعهدت إيران بزيادة إنتاجها من الخام واستعادة حصتها من الصادرات في السوق فور رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها في يناير المقبل. وقد ترتفع صادرات إيران من النفط الخام بمقدار نصف مليون برميل يوميا في فترة ما بعد رفع العقوبات عنها.